اليوم عيد ميلاد نوفالير. اليوم نوفالير تحتفل بالعام 26 عام، عمرها 26 سنة. معتها هي تولدت نهار 6 أكتوبر 1989 كيما اليوم بالضبط في عام 89 قدم عليها نحن جعفور. نعم قدم نحن فريسك فرد عمرها نحن بيها. أنت إيش السعدي خلينا ساكتين خويا. فضفض فهمني قديا أنت تجيب بيها. ثم 4 تذاكر سفر لنا احنا شو دخلنا؟ هو قال باش يطيروا المستمعين. صحيت للسادة المستمعين. أربعة راه مش فلك. أربعة تساكر طيارة في اتجاه باريس نوفالير. وين اتجاهاتها؟ توا يسمعوا فينا برشا. وين اتجاهاتها؟ نوفالير أول حاجة نحب نقولها اللي احنا موجودين عندنا 26 سنة. احنا أصلنا اون كومباني شارتر، سي لا بروميير كومباني أيريان بريفي تونيزيان. من 1989 شارتر نمشيو لأكثر من 130 مطار في الأوروب في آسيا. on a desservi plusieurs villes européennes et asiatiques. في آسيا وين؟ برشا إيران مثلا plusieurs villes نمشيو للخليج. كنا معنا هذا كل في الشارتر. par contre في الريغولير سي ان اكتيفيتي جديده في نوفالير. في استراتيجيه جديده اللي عملناها دوبي 2 ans. on a lancé les vols réguliers à la France, Allemagne ou Russie. même si tu es de France جمله مش ندوخ من مره يا ولد. ما تدوخيش امشي لفرنسا تدوخي غادي على قاعد. اسمعيني يا راضيه يا راضيه يا راضيه اخويتي اسمعيني. نوفالير اهدات لك انت راضيه الرزقي هذيك هي راضيه اهدات لك انت تذكره ذهاب واياب خليك شغادي زاد ذهاب واياب لفرنسا. مبروك. اللي ربحت معنا اليوم هي منى مدوري. ان شاء الله مبروك منى. نهدي خويا انت ربحت معنا اليوم تذكره سفر في اتجاه باريس من اهداء نوفالير. تحيه كبيره لبعض.